الخير الاخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ بخير، اموركم طيبه. نتمنى والله هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وينال الاعجاب ديالكم. هادو شي حاجه ديال لي بيجو اللي وصلتنا للبازار، شي حاجه زوينه كيف ما كنقول لكم دائما. انا كنمشي على اللون ديال الذهب، ما كنبغيش حاجه تكون حمراء بزاف او لا تكون باهته بزاف. يعني تحيه للصانع المغربي، صراحه الله شيء زويون بزاف لدرجه كبيره، زعما طوب. شوف هاد اللي عرفت شنو الاسم ديالو بالمغربيه تخليه لينا، انا عارفه بالطاليانيه سميتو الروبينو. هذا سميتو الروبينو. هذا في المغرب حنا اي الخضر هذا كنقولو الزمر، عارفينو بالزمرد في الطاليان زميرالدو، ولكن في المغرب هذا الاحمر هذا ما عرفتش شنو الاسم ديالو. هذه النوعيه هذه شي حاجه فنه، مضام كاليتي واعره، راه كل مضمه راه عندها الشوكه ديالها، عندها الطوانيك ديالها، عندها النباله ديالها. شوف المضمه الكبيره هذه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هادشي الكبير. هادشي حليت منه وحده وحده باش من باش يبقى في لومبالاج ديالو مزيان. شوفوا هاد النباله هادي كيف عامله، فنة غزالة 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 بزاف طوب. ومسد في هاد المسد هذا بحال ديال الذهب. هذا شوكة اللي كيمكن لك تستعمليها سواء شوكة وسواء بوندونتيف تلصقيها في السنسلة. طوينكات حتى هما بالاخضر وبهاد الكرونة فنين واعرين. هاد المجموعة هادي كيمكن لها تتماشى مع مضمة رقيقة ومع المضمة الغليظة، وزائد هذا هاد المجموعة هادي كيمكن لك عندها حتى سميتو عندها حتى الشمار ديالها. هذا راه التخمال ديالها، هذا راه التخمال ديالها. ها هو فين هابط هكا. فيديو اخر راكم شفتوهم عندي تلبساهم في فيديوهات اخرين. هذا التشمار ديال هاد المجموعة هادي زوينه بزاف. عاود كاينه هادي طوينكات ومعاهم الخلالات. هاد الخلالات ماشي اوبليجي تلصقين في الحوايج، يعني تلصقين في قفطانك ولا في قميصك، ولا خصوصا لك لا ماتياغ ما عرفتيها ما كترجعش لبلاصتها، حيت كاين الماتياغ اللي كدير لهذيك الثقبه وكتولي ترجع عاوتاني لبلاصتها، يعني كيعاود يتجمع الثوب. وكاين الثوب اللي ما كاين لا كيبقى مثقوب، الا عرفتي الثوب غادي يبقى خاسر. هادو كيديرو حتى في الفولار، هادو كتلصقيهم في الفولار بجوج بيهم في جنب واحد في راسك في الفولار ديالك، كتجي مزيونين كيجيو فنيونين. عندهم هذا ومعاهم حتى الفكرون ديال المضمة. شوفو على روعة على خدمة فيه، يعني شي حاجة كلاس. هادشي هذا اللي كيبغي راه عندو حتى ديك الكولانة الكبيرة ديك السنسلة الكبيرة دالعقيق اللي كيستعملوا النقافات، عنده التاج، عنده كل شيء. هاد المجموعات هادو عندهم كل شيء، مضمات ديولهم عندهم كل شيء. شوفوا هاد الخضر هذا حتى هو شحال فنيون واعر بزاف بزاف بزاف، شي حاجه روعه. هادو خلالات، هادو كيف ما قلت لكم كتقدري تستعمليها، تقدري تستعمليها في الفولار ديالك او لا الا عرفتي تحكمي فيها مزيان غادي تستعمليها على شكل ديال الشوكه. هذو بالنسبه للسيدات اللي ما كيستعملوش الخلالات او ما بغاش يعرف كيفاش تستعمل الخلاله، كتستعمل كشوكه هذه اللي كتقبطي بها، يعني غير بربليت غير الزين ماشي غادي تسد لك او لا. هذا شوف الطوينكات تاعو شحال حلوين فنين غزلان غزلان بزاف بزاف درجه راقيه بزاف. ومعاهم الفكرون،
الفكرون بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش الفكرون اللي كانت منهم بنتي هي الاولى مية سمعتني قلت الفكرون واحد النهار بس كتضحك عليا. الفكرون هو اللي كيتستعمل في الحزام العادي، عنده هاد اللور هذا ديالو، انتما عنده هاد اللوره هذا ديالو هو اللي كتخشيه في الحزام ديالك وكديري ليه ها هو الشو هو تسد كديري له ها صافي ها هو تسد هذا كيتخشى في حزيم ديال الصم كيجي فنيون كيجي غزال كيعطي واحد الجماليه واحد الروعه. وكاين واحد النوع ديال الناس اللي كتقلقوا المضمه هاد الجناب ديولها هاد الجناب ديولها كتقول لك ضرني في جنابي ما كنستحملهاش، يعني كدير هاد الفكرون هذا كيجي فوق من الكرش والجناب كيبقاو بلا فيهم الحزام العادي كيجي زويون بزاف هماوي بزاف. هادو حتى همايا كيتباعوا ابيتسو او لا اللي بغات المجموعة.